وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية، وعودة مرة ثالثة وأخيرة إلى دينا شرف. تفضلي. شكرا لك إلهام، شكرا لك دينا، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 25، الصغرى 17، اسكندرية 24 17، مطروح 21 15، بورسعيد 25 20، إسماعيلية 25 16، السويس 26 17، العريش 26 17، طابة 25 19، شرم الشيخ 28 20، الغردقة 30 20، الأقصر 29 15، أسوان 30 18، الوادي الجديد 27 12، شلاتين 30 21، وأخيرا حلايب 28 21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.